السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي مدير الثقافة والشيخ مصطفى الشيخ والشيخ الزهر، وأحيي كل الحاضرين السادة والسيدات. أشكركم على هذا التقديم الذي قدمتوه لأعضاء المخطوطات من إدراجهم وأعطيهم الفرصة لأن يبرزوا مخطوطات الوطن وأن يتحدوا على جمعهم للمخطوطات الجزائرية الموجودة في شمال جنوب الجزائر وشمال مالي، وهذا يسعد جدا نحن الجزائر الكل بهذه الخطوة. والسلام عليكم. أنا الشيخ الشيخ سيد محمد أقباوي، رئيس جمعية محمد بن باهي بيتي نياوي، 5 جولة مقرابة 5 جولة، المؤسسة سنة 2016.